أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. ماشي، لا تاكل هم، رايح أحكي معك مباشرة أنا. هلا بعطيك أوكي مباشرة، لا تاكل هم. يلا علي راح، يعني الله معك. أم عبادة تركي كل شيء من إيدك وتعالي حقيني بسرعة. يلا. يعني إيش هالقصة الضرورية كل هذا بتنحكى هون؟ ضروري تاخذني لعندك لهنيك. لحظة، لا يقوم بده يقول لي حماتي جاي لعنا تزور. الله لا يقدر، الله لا يقدر. يا الله وينك؟ ما عاد بلاقي يختفي يعني. ولك انا بس بدي افهم، التيشيرت الاحمر تبعي وينه؟ وين رحتي فيه؟ وين قمتي؟ ولك اين التيشيرت وين احمر؟ انت كل ما بتضيع عندك شغله بغزين بتجي تسالني الي عنها، يعني ايش شايفني قدامك حراميه؟ ما اخذت شيء وما بعرف شو طاول انا. وينكم يا ولاد؟ ممتاز، كلياتكم هون بسرعه. اتركوا كل شيء من ايديكم وحقوني على الصالون، بدي اقول لكم شغله كثير كويسه وضروريه كثير. يلا بسرعه. ايوه، ايش في؟ ايش بو ابوكي؟ ما بعرف، بس امشوا نقطة حتى نفهم. عبوا شغلة كويسة، معناتها في شغلة كويسة. يلا قوموا تعوا، امشي خلصينا. تعي معودتك، تعي بركي مشقيتي، تعي هات تشوف اتحفنا. خير ان شاء الله، ايش في؟ خير، ضلوا بالكم شوي. بما انه هلا العيلة كلياتنا مجتمعين هون، ممتاز. لحظة شوي، هلا انت ايمت مفروض كان لازم تسافري لعند اختك على اسطنبول؟ لازم بكره اروح، وراح اتمل لي شي اسبوع. ليه عم تسأل؟ ممتاز، بما انك بكره رايحه واكيد اخذي معك مجوده، لكن اليوم اسمعوا منيح، بتنظفوا البيت منيح وتقفلوا الابواب كلياتها، لانه انا كمان بدي اخذ معي خدوج وعباده ونروح لنا اسبوع نحن كمان. هلا شيلك من كل الموضوع اللي حكوه، بس فهمني شغله، انت فهمان شيء يعني؟ وين بده ياخذنا؟ هلا انا عم بحاول افهم، بس يعني مخي كربج، ما بتفهم شيء طاول. بابا ما قلت لي وين بدك تاخذنا انا؟ بدنا نروح على مرسين نطلع على البحر نصيف لنا اسبوع. شو عن جد تحكي يا بابا؟ عن جد تحكي؟ ايش شو عن جد؟ ما عن جد تحكي. طولي بالك. بعدين انت منين تعطي لي بهالسفره هيك على غفله؟ طولي بالك شوي، اجلها وقت ما اروح انا على اسطنبول وارجع، بعدين ناخذ بعضنا كلياتنا بنروح على البحر على مرسين. لا، ما في تاجير طاول، فرصه وجتنا. سياره طالعه بدنا نطلع معهم، ما كل يوم تجينا هالسياره وتطلع. بدك لقلك احسن شيء، اجي سفرتك ونروحي معنا، وبس نرجع من البحر بتروحي لعند اختك. ما بصير، انا وعدتها للمخلوقه بكره اكون عنده. لا بأمي انا كذا بدي اروح معهم على البحر، بدي اروح معهم. شلون بدنا نحل لهالقصه هي؟ ان شاء الله ما بتنحل معك وبتروحي لعند اختك وبرتاح منك ومنخرطك اسبوع كامل. خلينا نروح على البحر هلا، اكون الشاطئ كلياته نسوان وبنات ورقص، وخذ مجزك يا عباده وشوف شبابك. هلا انا برايي لحظه شوي، انت ايش قلت حجي؟ قلت نسوان؟ نسوان، مو شرط قلت نسوان. شو هاد؟ نسوان؟ نسوان؟ يا لطيف، من وين هالكلمة هي؟ سمعتوا؟ حدا يا ولاد، حدا سمع منكم؟ حدا قال في كلمة نسوان؟ ما حدا قال. ساعدوني يخرب بيتكم، ساعدوني مش اخذكم معي على البحر. يلا شو هاد؟ نسوان؟ استغفر الله، مستحيل ابوي، مستحيل يحكي هيك حكي. امي ولو او ماي جاد، امي عم بتشكي كيف ابوي؟ مستحيل ابوي يحكي هيك حكي. بعدين اذا اجى حدا عندك وقال لك جوزك هيك حكى، كذبيه، قولي له مستحيل. ها سمعتي حجي؟ سمعتي لما بقول لك هذا البيت مسكون وفي حدا عم يحكي معنا وشاركنا بالحديث؟ ما بتصدقي، هذا البيت اكيد مسكون بالعفاريت. يا رب لا اله الا الله. ماشي حجي، ماشي قايمة، اجهز لك الشنطه بدك تسافر فيها لك. قايمة امي، اجي سفرتك خلينا نروح معهم، مشتيها روح على البحر كثير، بس نرجع بنروح انتي. خلصنا مجوده، ما بدي احكي بهالموضوع كثير، وتعال بسرعه بدي اياك موضوع بالمطبخ. يلا الله اكبر يا شيخ، بهالسهوله هي؟ قامت وما قالت شي طاول، لا وقال شو بدها تجهز لي شنطتي كمان. معقول؟ ما بعرف، بس انا قلبي ماله مطمن طاول. ها اكيد في شي مصيبه رح تصير اكيد. ها بكره بتقولوا خدوج قالت. اسمعوا لك، بكره الصبح الساعه 6 الصبح السياره رح تيجي ونطلع كلياتنا سوا، رح اصرخ عليكم صوت واحد، فقتوا رحتوا معي، ما فقتوا ما رح استناكم ساعه. ها ما بدي اوقف وراسكم اتم ساعه فيقكم تصطفلوا، وانتم كمان لحلحولي حالكم. قربنا على 200,000 يا شباب كلياتكم لحد الان، في ناس عم تشوف الفيديو ما عم تحط لايك. ليش؟ اضغطوا لنا لايك سي دراسي، حطوا اشتراك بالقناة، كل شي حدا عم يشوف يحط اشتراك، بس تحسوا لو وصلنا 200,000 رح الحقوني حالكم. الله يمضي بكرة على خير أحسن الشي. شقد الساعة صارت؟ أوف ساعة 5. يلا أحسن ما نتأخر، خلينا نطلع بكير. أم عبادة أوف ما
وين راحتهم عبادات؟ نمش؟ ما لهم؟ معقول كون اجت اختها الصبح واخذوا بعضهم وراحوا؟ احسن لك احسن، ما بدي اشوف خلقة طاول، خليها تروح مع اختها، خلينا وما فيها الاولاد ونروح بكير ما تجي السيارة. اولاد يا اولاد ها؟ ممتاز؟ فايقين؟ خلصتوا ولا لسه جاهزين؟ ولك انا جاهزين ما جاهزين؟ نحن اصلا ما نمنا طول الليل عم نستناك من 8 ساعات ما اجانا نوم من ليل طاول. يلا بابا يلا عبدة يلا 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 بك بسرعة ما نتأخر والله ما بتصير احلى طلعة على البحر. والله لا تصير أحلى طلعة على البحر وأحلى تصيف كتير 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 كتير. الله أكبر الله أكبر، إيش عم تعملي عند إيدي وعبادة هون؟ بعدين إيش هاي جنطاي جنبك شو بتعملي فيها؟ يو شلون إيش هاي جنطاي حجي؟ ليش أنا ما قلت لك؟ لك إيه؟ دقيت أختي ولغيت السفرة لعندها، قلت لها بجي عندك بغير وقت، وقررت أنا موجودة نروح معكم على البحر. رايحين معكم رايحين معكم على البحر على البحر. لحظة ما قلت لي حجي ليقوم عندك مانع يعني؟ لا 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 أنا مانع ما مانع قال مانع قال حدا عنده مانع يا ولاد شي؟ لا 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 أنا مانع ما مانع قال مانع قال ليش حدا بيسترجي يقول غير هيك؟ عرفت ليش تميت سكتي؟ تفضل هلا بقى على قولي. أنا حكيت بس ما حدا صدقني، قلت لكم إنه حتصير مشكلة، شفتوا بعينكم هالضاء؟ لك إيش عم تبت أنت وياها بس أفهم. يلا بسرعة ما بدنا نتأخر على السيارة، الزلمة عم يستنانا، شلونك يا حجي؟ وانت عم بدولك بسرعة جيب شنطاي وحقني فيها. يلا يلا وراكي وراكي حجي يلا وراكي سوينا انتي. اما ايش طلعت بحر راح تصير كرعام وانتو بخير. الوحش عم بدها طالعه معنا، كان يوم اسود يوم الجو بس ضروري تروح معنا. امشوا غطونا امشوا. الله يخرب بيت السفر على أضمام متعب. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش هالشلة هاي؟ إيش هالريحة النظافة هاي؟ يعني تبقى هيك خليني أروح نقي غرفتي قبل ما يدخلوا بنقوا الغرف. ولك إيش بك؟ ولك إيش بك عم تدفشي ورايحة إيش بك؟ يا لطيف بابا منظر البحر من هون شي خرافي. وقفوا هيك لا تاخذوا هيك الغرفة هذيك غرفة لي أنا الكبير ولك بس أنت ويانا بس ولك أنا أصلا بغلط وبطالعكم معي مشوار. شوفوا موجودة شوفوا موجودة شلون واقف على الباب وما عامل مثلكم. شايف بابا شايف ليش قد محترم بعد ما أنا هذيك الغرفة أنا بدي أخذها وأنت كمان يخرب بيتك أقسم بالله أنا ما عرف أربي ما عرف أربي ولو إيش هالأولاد بعد عبادة بس إيش بك بالحكي منظر برد الروح يا بابا اطول بقى حجي ايش بك فطا طالعين شو هوا نحن اولاد وعم بمزحوا معك ما بقصر هديك الغرفه اللي بتاخذها لك انا بعطيكم غرفكم تعالوا هون نشوف هيك بقى اطولوا لي بالكم لكان انا كمان رح اخذ الغرفه اللي بدي اياها طولوا لي بالكم تعالوا هون نشوف الله اكبر الله اكبر ولك ايش هالجمال كله ولك يا ارض احفظي معاليكي ولك ارض حفراطه بصحن البطاطا عم بتعشى ما عملت من الغفله جنب الشباك يا لطيف ايش عم صير؟ والله نحن هيك بدنا نقضيها ما بصير خلينا نشوف بعض عن قريب تجي انت الاجل اللي عندك لحال طبق بنات بابا لحال طبق بنات اسال الله اصلا يخرب بيتك بعدها عم طبق بنات من دوني عيب عليك جايك بس بس يخرب بيتك ما شافتني عم بطبقها تشوفني عم بحكي هالموضوع الله تسمعني بس طول لك تعال على مهلك وتفرجي على هالبضاعه الحلوه تاعه يبعد هيك طيب خلينا نشوف مسكر الشباك كلياته يا يوم على الله قولي قولك الدخيله اللي هي باللبنيه ما اطيب انا لحظه بابا على فكره هدول تنتين ها وحده الي وحده لك ايش بدك بوزك شده كل شغله بدك تقاسمني فيها ليه ليه داس على منك هذا بابا ها وقال كنا بانقره طبعنا انت حسين انت اخذت انا طبقت انت سوزي انا اخذتك وهلا هون بمرسين راح اسهل عليك كثير انا راح اخذ ام الاصفر اذا ما حسبت
اللي انا حذرت والله انا اللي طبقتهم بالاول وانا خليته يطلعوا لهون بعدين انا جايبك لهون بصراتي عشان ما تنساها انا باخذ ام الاصفر وخذ الثاني لك يا سيدي امرك حجي ما راح ازعل منك بس ضبطنا طلعه خلينا نقطع من الدم بيركين هون يعني انت قلت لي بدنا نقطع مرتين على البحر نكيف يعني اذا امي اجت معنا بتخرب لنا الطلعه خلينا نقطع ظبطنا بركي ولا ما بدنا نقطع يعني بدنا نقطع بدنا نقطع شو بدنا نقطع يعني بدنا نقطع بس اتركني افكر بطريقه افكر شو بدنا نقطع فيها لبرا هلا نقطع نساوي هيك بجينا نلف على اليمين بتلف اللفة مباشرة تاخذ مفرع الشمال بتقطع سيرك بس حالك تحط قدام البحر شايف طريق كثير سهل ايه حجي امي كان عم يسأل على طريق البحر كنت عم بدله قلت لي ايه تعال 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 وراي بسرعة بدي اياك تشوف لي البراد شلون بيشتغل معك بيشتغل معي تعال بسرعة يلا جايي حجي يلا سمعت طبق معه الموعد بعد نص ساعة قول لهم بعد نص ساعة بنلتقى قريب من البحر ماشي لو ما اشوف امك ايش بدها وادبر طريقة نقطع فيها يلا ولك يلا دي ساعة بقصر معك يخرب بيتك بدنا نقطع خلصنا بقى وين اخواتك وين راحوا؟ ما بعرف برا هن بس نحن شو بدنا نقطع الروح تعرف؟ ولو عيب عليك انا ابوك تعا وراي ولا تحكي ولا كلمة انت تعا يلا يلا حجي انا نازل شوي تحت انا وابنك نجيب لنا كم شغلة ونجي ما نتأخر ولك درت قهوة حطيتها هنيك شو فيها؟ حطيها وسوي لنا فيها فنجان قهوة لحظة لحظة عندكم وين رايحين؟ وقف رقعوا بعدين رايحين وين رايحين قل بابا قل وين رايحين يلا 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 نحن انا شو بتقول عبدة خليني اخذك وننزل نروح انا وياه نسال على الشواطئ نشوف الاسعار نسال الناس اللي بتعرف هون وين واحد خرج يسبح وين مناطق نظيفه الشاطئ نظيف الشاطئ رخيص يعني نشوف الاسعار بس نظبط الوضع ونيجي نغطهم كلياتكم ونروح سوا ايه لحظه لحظه استنوا لك خليني انزل معكم عشان اشوف البحر ايه امي انا كمان بدي انزل اروح اشوف البحر معهم ايه وين 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 بدكم تروحوا عبالكم رايحين نشوف شواطئ نشوف الاسعار نشوف بس ونرجع ما رح نطور يعني جوز طول لنا 5 دقائق بس وجوز نطول لنا ساعة كمان يلا بابا الناس عم بستنونا لحد يلا ناس اين الناس والله حجي تفضل عندي لهون لاشوف اين الناس عم بستنوكم تحت اللي قال عنهم ابنك اخ يا ابن فضحتنا الله يوفقك الناس 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 قصدوا الناس اللي اجرونا البيت الناس اللي اجرونا البيت بيعرفوا اسعار الشواطئ فعم بستنونا تحت نروح كلياتنا سوا نشوف الاسعار ونجي بس لك مين هدول الوقفات هون؟ عم اشور على عبادة كمان يخرب بيتهم امي 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 ولك ايش بك؟ ولك ايش بك بتمي ساعة بتنقي ايش بك؟ ولك طلعي تحت شوفي شوفي بنات واقفين عم اشور على عبادة هيك وعم يقولوا له يلا بسرعة بنات؟ انا بنات تحت لشوف هو ورايحونا بقى بدك تنزل على اسعار الشواطئ قلت لي وفي ناس عم يستنوك وبيعرفوا بالاسعار بده يروح يفرجوك قلت لي ولك ايش عم معكم ولك وقت كنا بانقره هلكتني مع عم تحسين وانت هلكتني مع بنت سوزي سافرنا وجينا لهون على مرسين بدكم تبلونا مع الناس كمان يخرب بيتكم عم تطبقوا بنات خدوج اعطوني شغله بوفيون بابوجي مشتوا معي اعطوني تعطوني شغله بس خليني افهمك بس اسمحي لي افهمك اخ يا كلب فضحتنا قولي بابا حدا امي والله انت فهمتي غلط انا ما فهمك احلى احلى انت حلو ركبي وما كان انت حلو يخرب بيتك انا مالي علاقه وانت على هون وين هربت الباب اذا خلص سكرت الباب ما انا احسن اجيب طولي بقى لو جايتك وانت فضيت لك يا زباله يا حشره عم بتطبق بنات هون انا بدي اجيب طول بالك امي ما تقربيها ما تقربيها بشرب حالي بالكون والله بشرب حالي بالكون ما يدخل ابوي هذا ابوي والله هو راح طبق البنات بعدين شو قال لي؟ قال لي امشي انزل انا وانت تحت طبقهم والله بعلم اخ يا حشره انا السبب مو بسيطه كله بسببك يا فاسودين كله بسببك الله يقدرني على فعل الخير يا جماعه سجل يا تاريخ 1/9/2021 ركية مرسين ق
قامت امي قتل ابنها وكبته لكلاب الشوارع. ليش؟ لانه حيوان، لانه زباله، لانه ما عرف يبرق مثل العالم والخلق، بده يبين مع الناس، بده يخبئ بنات، يبرق مثل الخلق ما بيفهم. تعال عندي لهون بقى. مستحيل خليك تقربي علي.